عائلة ذاخرة بحب النادي الأهلي، جميع أفرادها يعشقون الكيان الأحمر ويأملون في خدمته لأعوام عديدة وإضافة بطولات كثيرة للقلعة الحمراء. الأب هو ياسر أبو الفتوح، أحد أبرز نجوم كرة السلة المصرية والنادي الأهلي في جيل العظماء. ساهم خلال مشاركته مع النصر الأهلوي في تحقيق 9 ألقاب، بواقع 3 ألقاب لبطولة الدوري و4 ألقاب لبطولة كأس مصر. وعلى الصعيد القاري، ساهم ياسر أبو الفتوح في تحقيق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، قبل أن يقرر الاعتزال والاتجاه للتدريب في قطاع الناشئين. ثم حملت نادين راية عائلة أبو الفتوح وخطفت الأنظار وهي في مرحلة الناشئات، قبل أن تتدرج في صفوف الفرق حتى تصل للفريق الأول وتحقق معه نجاحات كبيرة بحصد 11 كأساً في 4 سنوات فقط، إضافة إلى حصولها على برونزية بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري. كما أن العائلة بها أخوان سيكون لهما شأن كبير خلال الأعوام المقبلة، وهما مازن ومالك، حيث استعان بهما الكابتن أشرف توفيق للتدريب والدخول في قائمة الفريق الأول للرجال خلال هذه الفترة. مالك الأخ الأصغر في العائلة موجود حالياً رفقة منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة، استعداداً للمشاركة في بطولة إفريقيا والتي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل والمؤهلة لبطولة العالم المقبلة.